السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر أحمد سامي من موقع English2Fun.com، والنهاردة معدنا مع الحلقة رقم 40، الحلقة الأخيرة في شرح مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي المنهج الجديد 2019. النهاردة إن شاء الله هنشرح جرامر ثلاث وحدات، جرامر الثلاث وحدات الأخيرة يونت 16 17 18. طبعا الثلاث وحدات الاخرانيين نفس الموضوع، كلهم بيتكلموا عن حالات اف والكلمات اللي بتساوي اف والكلمات اللي عكس اف وبعض الملحوظات وازاي نحذف اف من غير ما نغير المعنى، وكمان بعض الفروق البسيطة بين بعض التركيبات، واخر حاجة هندرسها التمني باستخدام اف. كل ده ان شاء الله نشرحه بالتفصيل النهاردة، وارجو ان شاء الله يكون الشرح واضح. انا جاي لكم النهاردة والله وانا زوري بيوجعني، ومش عارف اذا كان الشرح هيبقى واضح ولا لا، بس انا قصدت اعمل كده عشان امتحانات الازهر في اللغة الانجليزية هتكون يوم الاربع، فعشان كده انا قلت اخلص الفيديو قبل يوم الاربع عشان ما نبقاش ظلمنا طلبة وطالبات الازهر، فارجو تعذروني لو كان الصوت مش واضح. قبل ما ابدا شرح هذا الفيديو احب اوجه اهداء للطالبه المتالقه شيماء رجب ابو ضيف من محافظه القليوبيه ادبي. شيماء من اكتر الناس اللي بتتابع القناه ومن اكتر الناس اللي بتحط تعليقات، بوجه لها اهداء هذا الفيديو وبدعي لها ان شاء الله ان ربنا يحقق لها كل احلامها السنه دي، وان شاء الله تجيب الدرجة النهائية في كل المواد، وان شاء الله تجيب الدرجة النهائية في مادة الانجليزي. ربنا يوفقك يا شيماء، وشكرا على متابعتك، وبجد شرف لينا متابعتك للقناة. عنوان درس الجرامر النهاردة conditional if sentences، يعني جمل if الشرطية. كلمة conditional يعني شرطي، وكلمة sentences يعني جمل، كلها على بعضها جمل if الشرطية. هندرس الاول حالات اف بالتفصيل، وهم اربع حالات، وبعدين نخش بقى على الكلمات اللي بتساوي اف وعكس اف والملحوظات وحذف اف والتمني باستخدام اف. طيب نبدا بحاله اف الصفريه. لازم نبقى عارفين ان كل حاله لازم نعرف فيها تكوينها واستخداماتها، يعني كل حاله بتتكون من ايه وبتستخدم في ايه. نشوف الاول حالة اف الصفرية zero conditional if، يعني حالة اف الشرطية الصفرية، بتكون من اف في اول الجملة وبعدين مضارع بسيط وبعدين مضارع بسيط، يعني بحط اف في اول الجملة واجيب بعد كده جملتين، الجملة الاولى بتكون في المضارع البسيط، فعل الشرط بيكون في المضارع البسيط، والجملة التانية بتكون مضارع بسيط، يعني جواب الشرط بيكون مضارع بسيط. اف مضارع بسيط مضارع بسيط. طبعا هم سموها حالة اف الصفرية عشان زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة مفيش اي فرق بين فعل الشرط وجواب الشرط. الفرق بين فعل الشرط وجواب الشرط صفر، هما الاتنين زي بعض، مضارع بسيط مضارع بسيط، عشان كده سموها الحالة الصفرية. طبعا ممكن اقلب الجملة واحط مضارع بسيط في الاول وبعدين احط اف في النص وبعدين احط مضارع بسيط، يبقى اف هنا هتفصل بين فعل الشرط وجواب الشرط، وفي الحاله دي بقى يا جماعه مبقاش في كوما، يعني الكوما هنا ملهاش لازمه، اف بتفصل بين الجملتين. تمام كده؟ طيب في ناس طبعا ناسيه يعني ايه مضارع بسيط اصلا. المضارع البسيط يا جماعه خدناه في الوحده الثالثه، بيتكون من التصريف الاول للفعل باضافه اس مع هي وشي وات، يعني اي ووي ويو وزي بياخدوا المصدر، وهي وشي وات بياخدوا اس. هنشوف دلوقتي مع بعض الامثله وهنفهم اكتر، ده تكوين المضارع البسيط. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان حاله اف الصفريه بتتكون من اف مضارع بسيط مضارع بسيط. اما استخدامات حاله اف الصفريه فهي بتستخدم في حاجتين بس، facts الحقائق، habits العادات. يبقى بستخدم حاله اف الصفريه في حاجتين، facts الحقائق، habits العادات. تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة. أول مثال بيقول if you heat metals they expand،
إذا أنت سخنت المعادن فإنها تتمدد. كلمة metals يعني معادن، واكسباند يعني يتمدد، وطبعا كلمة heat جاية من hot يعني يسخن. يبقى إذا أنت سخنت المعادن فإنها تتمدد. طيب ليه استخدمنا حالة F الصفرية في الجملة ديت؟ لأن الجملة دي حقيقة، وإحنا بنستخدم حالة F الصفرية مع الحقائق والعادات. نشوف الجملة التانية أو المثال التاني، بيقول If I have time، لو أنا عندي وقت، I log onto the internet، بدخل على الإنترنت. طيب كلمة log onto يعني يدخل على، log onto the internet يعني يدخل على النت. طيب ليه استخدمنا حالة F الصفرية في هذه الجملة؟ عشان دي عادة، يبقى حالة F الصفرية بتستخدم مع الحقائق والعادات، مش كده؟ طيب تعالوا نتأكد انها حالة F الصفرية. اولا حطينا F في اول الجملة، وبعدين استخدمنا مضارع بسيط اللي هو heat، ماشي، مصدر الفعل اهوت. احنا قلنا اي حاجة فيها مصدر او اس تبقى مضارع بسيط. طيب ما حطيناش اس ليه؟ عشان يو ما بتاخدش اس، اللي بياخد اس هي وشي وات، ماشي، يبقى مضارع بسيط اللي هو هيت. طيب الناحية التانية expand مصدر برضو، يبقى ده مضارع بسيط، يبقى اتنين مضارع بسيط جايين ورا بعض اهو، يبقى دي حالة اف الصفرية. ما حطيناش اس برضو عشان زي ما بتاخدش اس، اللي بياخد اس هي وشي وات. طيب نشوف كده الجملة التانية، if I have time اهو have دي مضارع بسيط. الناحية التانية look onto مضارع بسيط برضو، يبقى الحالة الصفرية بتتكون من اف مضارع بسيط مضارع بسيط، اتنين مضارع بسيط ورا بعض. وطبعا عرفنا المضارع البسيط بيتكون من ايه، وبستخدم الحالة الصفرية في الحقائق والعادات، تمام كده؟ طيب عندي ملحوظة بتقول يمكن استخدام when بدلا من اف في الحالة الصفرية، يعني ممكن اشيل اف واحط when، مش لازم اف يعني. وفي الحالة دي بقى هنسميها حالة when الصفرية. نشوف المثال كده مع بعض، بيقول ايه، when I have time I log onto the internet، زي الجملة اللي فوق بالظبط بس شلت اف وحطيت مكانها ايه، when. يبقى لو حبينا نلخص الكلام، حالة اف الصفرية بتتكون من اف او when، وبعدين مضارع بسيط، وبعدين مضارع بسيط، وتستخدم الحالة الصفرية في الحقائق والعادات. تعالوا بقى نشوف لو حالة اف الصفرية اتبنت للمجهول بنعمل ايه. تعالوا كده نشوف حالة اف الصفرية المبنية للمجهول. نشوف كده مثال مع بعض، بيقول the toy spins، اللعبة بتلف، كلمة توي يعني لعبة، وسبين يعني يلف، كلمة سبين يعني يدور حول نفسه. وخدنا كمان كلمة اوربت بمعنى يدور حول جسم اخر، يبقى كلمة سبين يعني يدور حول نفسه. the toy spins، اللعبة تلف، if it's touched، اذا لمست. طيب هي اللعبة مش هتلمس نفسها، هي اللعبة هتلمس، يعني الجملة مبنية للمجهول. دي تعتبر حالة اف الصفرية بس مبنية للمجهول. تعالوا نتأكد انها حالة اف الصفرية. اول حاجة مضارع بسيط اللي هو spins. طب ليه زودنا اس في الاخر؟ زودنا اس عشان اللعبة اصلها it، واحنا بنحط اس مع هي وشي وات، ماشي. طيب الناحية التانية اللي بعد اف، ها، في مضارع بسيط برضو، بس مضارع بسيط مبني للمجهول. عموما كلنا عارفين ان المبني للمجهول بيتكون من verb to be والتصريف الثالث، verb to be اللي هو is، والتصريف الثالث اللي هو touched. يبقى الجملة دي مضارع بسيط مضارع بسيط، بس مضارع بسيط مبني للمجهول، مضارع بسيط مبني للمجهول. المضارع البسيط العادي بيتكون من المصدر والاس، لكن المضارع البسيط المبني للمجهول بيكون ام ويز وار والتصريف الثالث. طيب يبقى ناخد بالنا يا جماعه واحنا بنحل على حالات اف، اني ما اختارش كده المضارع البسيط المبني للمعلومه على طول، ممكن تكون الجمله مبنيه للمجهول وفي الحاله ديت مش هنختار المصدر والاس، لا بنختار ام ويز وار والتصريف الثالث حسب معنى الجمله. لو كانت الجمله مبنيه للمعلوم يبقى مصدر واس، وإن كانت مبنية للمجهول يبقى زي جملتنا دي كده،
فيرب تو بي والتصريف التالت إيز والتصريف التالت. لازم برضو نزود معلومة مهمة جدا، إن أنا ممكن أحذف الفاعل وإيز وحط تصريف تالت على طول. يعني ممكن أقول إيه؟ The toy spins، اللعبة بتلف، if touched، إذا لمست. يبقى if والتصريف التالت بتساوي اف زائد الفاعل زائد فيرب تو بي زائد التصريف الثالث. يبقى نركز ان ممكن الفاعل وام وايز وار ممكن يتحذفوا، بس بشرط تكون حاله اف الصفريه المبنيه للايه؟ للمجهول. نشوف مثال كمان كده مع بعض. Water boils if it's heated، يعني المياه تغلي إذا سخنت. برضو أنا بقول سخنت، يعني مبنية للمجهول. ها، هي المية مش هتسخن نفسها، المية هتسخن. عشان كده بنيت الجملة للمجهول، استخدمت am with are والتصريف الثالث اللي هو is heated. طيب دي حالة if الصفرية المبنية للمجهول. كالعادة ممكن أحذف its وتبقى if heated على طول. يعني ممكن أقول إيه؟ إن الجملة دي بتساوي إيه؟ ها، water boils if heated. يبقى ممكن it's تتحذف وتبقى if heated على طول. يبقى ما ننساش الملحوظتين دول يا جماعة على حالة if الصفرية. انا كده عندي ملحوظتين على حالة if الصفرية. اول ملحوظة ان انا ممكن احذف if واحط مكانها when وتبقى حالة when الصفرية، وممكن احذف الفاعل وام ويز وار واحط تصريف تالت على طول وخليها اف والتصريف التالت على طول، بس بشرط تكون الجملة مبنية للمجهول. ورجعنا مع بعض على تكوين المضارع البسيط العادي والمضارع البسيط المبني للمجهول. اهو يا جماعة، المضارع البسيط العادي بيتكون من الاس او المصدر اهو، تمام؟ طبعا حطينا اس عشان المية اصلها ات، ماشي؟ طيب اما المبني للمجهول بيتكون من ام وايز وار والتصريف التالت. ياريت نكون كلنا كده فهمنا حالة اف الايه؟ الصفرية. ننتقل بقى لشرح first conditional اف، حالة اف الاولى، وهنعرف حالة اف الاولى بتتكون من ايه؟ الفورم بتاعها. كلمة فورم يعني تكوين، هنعرف تكوين حالة اف الاولى. حالة اف الاولى بتتكون بكذا طريقة. اولا بنحط اف في اول الجملة. فعل الشرط بيكون يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع تام يا اما مضارع مستمر. يعني مش لازم يكون مضارع بسيط، هو الاصل انه يكون مضارع بسيط، لكن مش شرط. يعني ممكن اجيب بعد اف مضارع تام او مضارع مستمر. وعلى فكرة من هنا جت التسمية، هم سموها الحالة الاولى عشان التركيبة الاساسية مضارع بسيط اللي هو التصريف الاول، يعني التصريف الاول، عشان كده سموها الحالة الاولى، تمام؟ لكن ما نقدرش ننكر ان ممكن المضارع البسيط يتحذف وحط مكانه مضارع تام او مضارع مستمر. طيب بالنسبة لجواب الشرط، جواب الشرط بيكون ليه خمس اشكال. يعني ممكن يكون الفاعل وويل، او الفاعل وكان، او الفاعل ومي، او الفاعل وشد، او ممكن احذف الفاعل خالص وحط امر او نهي. طيب تعالوا نشوف الامثلة على طول عشان مش هنفهم الا لما نشوف الامثلة. اول مثال عندي بيقول if you have studied you can go out، لو انت خلصت مذاكرة تقدر تخرج. طيب دي حالة if الاولى عشان بتتكون من مضارع تام have او has والتصريف الثالث، والناحية التانية فاعل اللي هو you ثم كان والمصدر. يبقى كان والمصدر يبقى حالة أولى، مضارع تام حالة أولى، من ضمن التركيبات. تعالوا نطلع نبص كده، ها، مضارع تام صح، وفي كان والمصدر، فاعل وكان والمصدر، يبقى دي حالة إف الأولى، تمام؟ نشوف المثال التاني. If you are going out buy me some sugar، لو أنت خارج اشتري لي معاك شوية سكر. طيب هنا مضارع مستمر ام او اذا وار زائد الفيرب زائد اي ان جي، الناحية التانية فعل امر باي اشتري، يبقى ممكن استخدم فعل امر وتبقى حالة اولى، تمام؟ طيب
الجملة التالتة if someone comes لو حد جالي don't wake me up ما تصحينيش. طيب هنا مضارع بسيط اللي هو comes والناحية التانية نهي نهي don't wake me up ما تصحينيش. المثال الرابع if you study you will pass the test لو انت ذاكرت هتنجح في الاختبار. طيب هنا بقى مضارع بسيط اللي هو study والناحية التانية فاعل وويل والمصدر. المثال اللي بعده if you make noise لو عملت دوشة I will punish you severely سأعاقبك بشدة. كلمة severely يعني بشدة برضو مضارع بسيط اللي هو make وبعدين فاعل اللي هو I وبعدين will والمصدر اللي هي will punish. المثال اللي بعده if you get the full mark I will reward you لو انت جبت الدرجة النهائية سأكافئك. كلمة reward يعني يكافئ مضارع بسيط get والناحية التانية فاعل will والمصدر. مثال كمان if you can't dictate your conditions لو انك لا تستطيع ان تملي شروطك you should negotiate يجب عليك ان تتفاوض. كلمة dictate يعني يملي جاية من dictation يعني املى ونegotiate يعني يتفاوض. يبقى if مضارع بسيط اللي هو can't dictate يا منفية بس مش مهم المهم انها مضارع ماشي. الناحية التانية فاعل اللي هو you should والمصدر يبقى حالة if الاولى. طيب if you eat poison by mistake you may die اذا انت كلت سم عن طريق الخطأ you may die ربما تموت. طيب برضو حالة if الاولى eat مضارع بسيط الناحية التانية فاعل يو ثم مي والمصدر مش لازم ويل ممكن مي. طيب مثال كمان if there is technology لو انه يوجد تكنولوجيا we can travel to Saturn ممكن نسافر لكوكب زحل. كلمة Saturn يعني كوكب زحل ماشي. مضارع بسيط اللي هو is والناحية التانية فاعل وكان والمصدر فاعل اللي هو we وكان والمصدر اللي هو travel. ممكن حد يسأل يا مستر هو is دي مضارع بسيط؟ مضارع بسيط am و is و are لوحدهم كده يبقى مضارع بسيط. اما لو كان في verb ing تبقى مضارع مستمر لكن بما ان مفيش ing يبقى ده مضارع بسيط is لوحدها ده مضارع بسيط. يبقى عرفنا كده ان حالة if الاولى ليها تركيبات كتيرة قوي بس التركيبة الرئيسية المضارع البسيط وويل والمصدر لكن ممكن اشيل المضارع البسيط وويل واحط حاجات تانية يعني المضارع البسيط ممكن يتشال واحط مضارع تام او مضارع مستمر وممكن ويل تتشال واحط كان او مي او شود او امر او نهي زي ما شفنا في الامثلة اللي فاتت. يبقى حالة اف الاولى بتتكون بكذا تركيبة والتركيبة الاساسية مضارع بسيط ويل والمصدر عشان كده سموها حالة اف الاولى لان المضارع البسيط يعني تصريف اول يبقى هي سميت حالة اولى عشان تصريف اول تمام. طيب نشوف بقى استخدامات حالة اف الاولى. حالة اف الاولى بتستخدم في ايه؟ حالة اف الاولى ليها اربع استخدامات. طبعا الحالة الصفرية قلنا بتيجي مع الحقائق والعادات اما حالة اف الاولى ليها اربع استخدامات الوعد promise التهديد threat التنبؤ prediction شرط في المستقبل condition in the future. طيب احنا شفنا امثلة من شوية مش هطول على حضراتكم. الوعد زي انهي جملة كده زي الجملة بتاعت if you get the full mark I will reward you لو جبت الدرجة النهائية هكافئك. طيب التهديد زي ايه كده التهديد زي if you make noise I will punish you severely اذا انت عملت دوشة ساعاقبك بشدة. التنبؤ زي الجملة بتاعت كوكب زحل اللي بتقول if there is technology we can travel to Saturn لو في تكنولوجيا نقدر نسافر لكوكب زحل. طيب شرط في المستقبل زي الجملة اللي بتقول if you study will pass the test اذا انت ذاكرت هتنجح في الاختبار هو بيشرط النجاح بالمذاكرة. يبقى حالة if الاولى ليها اربع استخدامات الوعد والتهديد والتنبؤ وشرط
في المستقبل. ساعات بنشوف جمل يجيب لي جملة بدأ بإف وبعدين في مضارع بسيط وبعدين كوما وبعدين بقى الاختيارات نقط. طيب يا ترى بقى أنا اختار مضارع بسيط وتبقى حالة صفرية، ما هي مضارع بسيط مضارع بسيط يبقى حالة صفرية، ولا اختار ويل والمصدر وتبقى حالة أولى؟ طبعا بعض الطلبة والطالبات بيتحيروا جدا لما يشوفوا جملة زي دي كده، جملة تشوز فيها اف مضارع بسيط ومطلوب مني ان انا اختار الناحية التانية اللي هي جواب الشرط. جواب الشرط هيكون مضارع بسيط وتبقى حالة صفرية، ولا جواب الشرط هيبقى ويل والمصدر وتبقى حالة أولى؟ طيب تعالوا انا هساعدكم بملحوظة مهمة جدا هتخليكم تعرفوا تحلوا بكل بساطة. متى نختار ويل والمصدر الحالة الأولى، ومتى نختار المضارع البسيط الحالة الصفرية؟ طب تعالوا الأول نشوف المثال دوت وبعدين نفهم. بيقول if you water a tree it نقط، إذا أنت رويت شجرة فإنها نقط تنمو، grows ولا will grow؟ طيب لو نلاحظ هنلاقيه بيقول إيه؟ إذا أنت رويت شجرة، أي شجرة، يعني هو جايب أداة نكرة اللي هي A. A tree هنا يعني أي شجرة. إحنا واخدين في سنة أولى ثانوي إن A وAn من علامات النكرة، يعني هو بيتكلم هنا عن أي شجرة. وما دام الكلام بشكل عام كده، أي شجرة كده نكرة كده كلام عام، يبقى اختار الحالة الصفرية. أما لو كان بيتكلم عن شجرة معينة ومخصصة ومحددة، في هذه الحالة نختار إف الأولى اللي هي ويل والمصدر. يبقى ببساطة جدا يا جماعة، لو الكلام بشكل عام in general نختار مضارع بسيط الحالة الصفرية، وإن كان الكلام محدد ومخصص عن حاجة معينة أو شخص معين نختار ويل والمصدر. طب هنا الكلام بشكل عام أهو، يعني هو بيقول إيه؟ بيقول إذا أنت رويت شجرة بتكبر، إذا أنت رويت شجرة بتكبر، أي شجرة نكرة، يبقى الكلام هنا بشكل عام، يبقى اختار الحالة الصفرية. الحالة الصفرية بقى اللي هي ايه؟ الحالة الصفرية الإجابة الصح هتبقى grows. تمام كده؟ نشوف الجملة التانية. بيقول if you water this tree، إذا أنت رويت الشجرة دي، شوف بيقول this tree، هذه الشجرة، يعني حدد شجرة معينة، ما قالش أي شجرة كده، ها؟ هو حدد الشجرة، بيتكلم عن حاجة معينة ومخصصة، يبقى نختار ويل والمصدر، يبقى الإجابة إيه؟ ويل جرو. تمام؟ الملحوظة أنا كاتبها قدام حضراتكم على الشاشة، نستخدم الحالة الصفرية لو الكلام بشكل عام in general، ونختار مضارع بسيط طبعًا في الحالة دي. الكلام in general نختار معاه مضارع بسيط. أما الحالة الأولى نستخدم الحالة الأولى لو الكلام مخصص ومحدد عن شيء او شخص معين، وطبعا بنختار ويل والايه والمصدر عشان تبقى حالة اولى. طيب هل في حاجات ممكن تساعدني وتعرفني الكلام بشكل عام ولا كلام مخصص؟ انا عملت لكم جدول جميل جدا، يا ريت تجيبوا ورقة وقلم كده وتسجلوه معايا. الجدول اهوت بيبين لكم فين الحاجات اللي بتخليني اختار مضارع بسيط، وايه الحاجات اللي بتخليني اختار ويل والمصدر. تعالوا نشوف كده امتى نختار مضارع بسيط. بنختار مضارع بسيط مع الحقيقة طبعا عشان حالة صفرية، مع العادة حالة صفرية برضو، الكلام العام لو في always و usually، always و usually بيدلوا ان دي عادة يبقى اكيد برضو حالة صفرية، او زي كلمة next day اليوم اللي بعده، ما حددش انهي يوم بالظبط، بيقول اليوم اللي بعده the next day، بتبين ان هو بيتكلم بشكل عام. الحاجات دي كلها بتخليني اختار مضارع بسيط الحالة الصفرية. طيب الحاجات اللي بتخليني اختار ويل والمصدر، this وthat وthese وthose وthen، يعني ادوات الاشارة كلها، ادوات الاشارة كلها عشان هو بيشير الى حاجة محددة ومعينة. this وthat وthese وthose بتخليني اختار ايه؟ ويل والمصدر. طب تمره بكرة، حددها ببكرة، يبقى حاجة ايه؟ محددة. tonight النهاردة بالليل، يبقى حددها، ماشي؟ او اي كلمة اخرى دل على المستقبل بيبقى فيها تحديد، يبقى نختار ويل والمصدر. يبقى الحاجات دي بتاخد مضارع بسيط، والحاجات دي بتاخد ويل والمصدر. ياريت تجيبوا ورقة وقلم وتسجلوا الحاجات دي، صدقوني هتساعدكم جامد جدا. تعالوا نشوف بعض الجمل الاختياري اللي هنحلها مع بعض كده. بيقول ايه؟ if you don't sleep for at least 5 hours at night،
لو ما نمتش على الاقل 5 ساعات بالليل you not tired the next day، هتحس بالتعب في اليوم اللي بعده. احنا قلنا ان the next day كلمة عامة كده مش محددة، يعني تفرق عن tomorrow في ايه. يعني لو كان قال tomorrow كنت اخترت will والمصدر، انما the next day اختار مضارع بسيط. طيب عندي اختيارين مضارع بسيط، feel و feels. طيب you ما بتاخدش اس، يبقى الاجابة الصح ايه؟ feel. ماشي، نشوف الجملة التانية. بيقول if the bark is badly damaged، لو ان اللحاء تم تدميره بشكل سيء، the tree نقط، الشجرة بتموت. المهم ان دي حقيقة، اللحاء الشجرة لو اتدمر الشجرة بتموت، وبالتالي دي حقيقة، يبقى اختار مضارع بسيط. طيب المضارع البسيط عندي اختيارين die و dies. طب الشجرة اصلها it، يبقى اختار s، يبقى الاجابة dies. ماشي، طيب نشوف الجملة اللي بعدها. الجملة بتقول if there is a lot of rain during the year، لو ان هناك الكثير من المطر اثناء السنة، the rings، الحلقات، quite wide، واسعة الى حد ما. الجملة حقيقة، لما يكون في مطر كتير الحلقات بتبقى واسعة، حقيقة، يبقى اختار مضارع بسيط، يبقى الاجابة r. طبعا r مضارع بسيط، اما have been مضارع تام، will be مستقبل بسيط. طبعا الحالة الصفرية ما بيكونش فيها ولا مضارع تام ولا بيكون فيها will والمصدر، يبقى الاجابة الصحيحة r. الحالة الصفرية بتتكون من مضارع بسيط، مضارع بسيط. الجملة اللي بعدها بتقول if there is a sandstorm tonight، لو انه يوجد عاصفة رملية النهاردة بالليل، all buildings، كل المباني، هتكون dusty. dusty يعني متربة، عليها تراب يعني. ها طيب في كلمة تحديدية اللي هي كلمة tonight في الجدول، نرجع كده للجدول نبص عليه اهو يا جماعة. tonight، tonight بتدل على will والمصدر، حالة اولى، كلمة من كلمات التحديد، يبقى الاجابة اكيد هتكون will be. ماشي، if you don't water these plants soon، اذا انت ما رويتش هذه النباتات قريبا، زي نقط، فانها تذبل. انا عندي الفعل اللي في الاختيارات fade، يعني يذبل ويموت، النباتات هتذبل وتموت. طيب هو هنا بيتكلم عن حاجة محددة، والدليل وجود كلمة these، شايفين كلمة these اهيت من ادوات التحديد، يبقى اختار will والايه والمصدر. ماشي، طيب يبقى الجدول ده زي ما حضراتكم لاحظتوا هيفيدني جدا في الحل. نشوف مع بعض حالة F التانية، second conditional F، second يعني التانية، conditional يعني الشرطي، حالة F الشرطية التانية. عشان ما حدش يسأل يا جماعة، كلمة F بتبقى معناها دايما إذا أو لو، ترجمتها إذا أو لو. ماشي، نشوف مع بعض حالة F التانية. بتتكون من if ثم ماضي بسيط، وبعدين جواب الشرط بيكون فاعل، وبعدين يا وود يا كود يا مايت، وبعدين المصدر. يبقى اللي بيتغير عندي يا اما وود يا اما كود يا اما مايت. ماشي، if ماضي بسيط، فاعل، وود او كود او مايت، اي واحدة من التلاتة، ما ينفعش التلاتة مع بعض طبعا، واحدة منهم بس. ماشي، وبعدين المصدر. طيب حالة F التانية بتستخدم في ايه؟ حالة F التانية ليها 3 استخدامات. رقم 1 النصيحة advice، 2 المستحيلات impossible things، وبعدين شرط في المضارع condition in the present. يبقى حالة F التانية بتتكون من F ماضي بسيط، فاعل، would او could او might زائد المصدر، بتستخدم في النصيحة والمستحيلات وشرط في المضارع. طيب في ناس هتسأل دلوقتي احنا ناسيين الماضي البسيط يا مستر، الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ الماضي البسيط بيتكون من الاي دي ما عدا الافعال الشاذة، يعني بحط للفعل اي دي ما عدا الافعال الشاذة، ده يبقى اسمه ماضي بسيط، بيقولوا عليه التصريف الثاني للفعل. ماشي كده؟ طيب عرفنا حالة اف التانية بتتكون من ايه وبتستخدم في ايه؟ تعالوا نشوف الأمثلة عشان هنفهم، لأن عمرنا ما هنفهم غير بالأمثلة. أول مثال عندي أنا مرقم الأمثلة حسب الاستخدامات، يعني المثال الأولاني عن نصيحة، والمثال الثاني عن مستحيلات، والمثال الثالث على شرط في المضارع. مثلا إيه، أما أقول if I were you
I would obey my parents. ده أول استخدام لحالة if الثانية. If I were you يعني لو أنا مكانك. I would obey my parents. سأطيع والدي. ها لاحظتوا حضراتكم هنا إن الجملة دي تعتبر نصيحة. طيب عشان نتأكد إنها حالة if الثانية تعالوا نبص كده مع بعض. أول حاجة عندي كلمة where. where دي ماضي بسيط. where دي ماضي بسيط. ها الناحية الثانية فاعل اللي هو I وبعدين would أهيت وبعدين المصدر اللي هو obey يعني يطيع. يبقى دي حالة if الثانية تستخدم في النصيحة. شي طيب تعال نشوف المثال الثاني بيقول if I had wings I would fly. لو أنا عندي أجنحة هطير. دي حاجة مستحيلة طبعا, مفيش حد هيبقى عنده أجنحة عشان يطير, وبالتالي دي تعتبر من المستحيلات حالة if الثانية. تعالوا نتأكد انها حالة if الثانية. بيقول had. had الماضي من have فعل شاذ يبقى ماضي بسيط. ماشي ممكن حد يقول يا مستر بس دي had المفروض تبقى ماضي تام. لا هي عشان تبقى ماضي تام لازم يكون جاي وراها تصريف ثالث. had والتصريف الثالث تبقى ماضي تام, لكن لما اقول هاد بس تبقى ماضي بسيط. يبقى هاد والتصريف الثالث تبقى ماضي تام, لكن لما اقول هاد بس تبقى ماضي بسيط. ماشي ادي الماضي البسيط اللي هو هاد. الناحيه الثانيه فاعل اللي هو اي وبعدين وود والمصدر. ماشي طبعا وود ممكن اختصرها كده زي المثال الثالث apostrophe d. ماشي طيب الاستخدام الثالث بيقول if I had money now لو انا معايا فلوس دلوقتي I would buy a villa هشتري فيلا. طيب هنا عندي الماضي البسيط اللي هو had والناحية التانية فاعل اللي هو I وبعدين اختصار would وبعدين المصدر. ماشي كده يا جماعة يبقى عرفنا كده مع بعض استخدامات حالة if التانية بتستخدم في النصيحة والمستحيلات وشرط في المضارع. طبعا اللي بيبين ان الشرط هنا في المضارع وجود كلمة ناو بيقول الان. لو انا معايا فلوس دلوقتي حالا هشتري الفيلا دلوقتي حالا شرط في المضارع بشرط حاجة في المضارع عشان اقدر اشتري الفيلا. ايه هو الشرط؟ الشرط ان يكون معايا فلوس دلوقتي شرط في المضارع. حالة اف التانية بتستخدم في النصيحة والمستحيلات وشرط في المضارع وتتكون من الماضي البسيط فاعل would او could او might زائد المصدر. تعال نشوف ملحوظات على حالة اف التانية. هم اربع ملحوظات بس. اول ملحوظة بيقول احنا بنسميها الحالة التانية عشان فيها التصريف التاني. يا جماعة مش الماضي البسيط ده اللي هو التصريف التاني للفعل عشان كده سموها الحالة التانية. ماشي كده؟ طيب الملحوظة رقم اتنين بتقول يفضل استخدام وير بدلا من ووز في الحالة التانية. تعالوا نبص كده مع بعض على المثال الاولاني بيقول if I were you لو انا مكانك. هو مش الطبيعي يا جماعة ان I و he و she و it بياخدوا ووز. لا بيقولك بقى في الحالة التانية I و he و she و it يستحسن ياخدوا وير بدلا من ايه؟ من ووز. يبقى الطبيعي ان اي وهي وشي وات بياخدوا ووز, لكن مع حالة اف التانية يفضل استخدام وير بدلا من ووز. ماشي طيب الملحوظة رقم تلاتة بتقول بالرغم من ان التركيبة ماضي لكن الترجمة مضارع. في ناس تسأل دلوقتي يا مستر هو حالة اف التانية بتستخدم مع شرط في المضارع بالرغم انها بتتكون من الماضي البسيط. هي التركيبة ماضي بسيط لكن انت لما تيجي تترجم الجملة ترجمها في المضارع. مش كده؟ طيب يعني ما تقولش مثلا ايه لو انا كنت مكانك. لا تقول لو انا مكانك دلوقتي في المضارع. ماشي ما تقولش لو انا كان عندي اجنحة في الماضي. لا تترجمها في المضارع وتقول لو انا عندي اجنحة دلوقتي. ما تقولش لو انا كان معايا فلوس هشتري فيلا. لا تقول لو انا معايا فلوس دلوقتي هشتري فيلا. يبقى بغض النظر ان التركيبة ماضي بسيط زمن الماضي البسيط بس احنا بنترجم الجملة دايما في الايه؟ في المضارع. طيب الملحوظة الاخيرة على حالة اف التانية بيقول ان المتحدث في الحالة الثانية يقصد عكس ما يقوله. يعني هو يقصد عكس اللي بيقوله. تعالوا نشوف الامثلة اللي احنا شرحناها. المثال الاولاني بيقول ايه؟ لو انا مكانك. انا عمري ما هبقى مكانك. ده مجرد افتراض. ها طيب بيقول لو انا عندي اجنحة هطير. انا ولا هيبقى عندي اجنحة ولا هطير. انا اقصد عكس اللي انا بقوله.
ماشي. طيب بيقول لو معايا فلوس دلوقتي هشتري فيلا، يعني هو معهوش فلوس دلوقتي ومش هيشتري فيلا، يبقى اللي بيتكلم في الحالة التانية يقصد عكس اللي بيقوله. لكن في الحالة الأولى يا جماعة لما بنتكلم في حالة إف الأولى بنبقى بنتمنى حدوث حاجة في المستقبل أو بنوعد أو بنهدد، فدي حاجة ممكن تحصل. يعني اللي بيتكلم في الحالة الأولى في possibility، في احتمالية ان الحاجة تحصل، لكن اللي بيتكلم في الحالة التانية هو يقصد ان الحاجات دي عمرها ما هتحصل. ده الفرق بكل بساطة بين الحالة الاولى والحالة التانية. الحالة الاولى احتمالية حدوث شيء في المستقبل، اما الحالة التانية فهي افتراض شيء مستحيل في المضارع، مش كده؟ يبقى الحالة الاولى كمان مرة احتمالية حدوث شيء في المستقبل، اما الحالة التانية استحالة حدوث شيء في المضارع. ماشي، نشوف مع بعض حالة اف التالتة. Third conditional اف، حالة اف الشرطية التالتة. بتتكون الحالة التالتة من اف ماضي تام كوما، الكوما دي بتفصل بين فعل الشرط وجواب الشرط، وبعدين فاعل، وبعد كده يا وود يا كود يا مايت، وبعدين هاف والتصريف التالت. يبقى كمان مرة اهو، الحالة التالتة بتتكون من اف ماضي تام فاعل يا وود يا كود يا مايت، مش هينفع التلاتة مع بعض، واحدة فيهم بس، وبعدين هاف والتصريف التالت. حالة اف التالتة بتستخدم تلات استخدامات، بتستخدم مع الندم regret، تستخدم مع لوم وتوبيخ شخص ما blaming someone، تستخدم مع الشروط في الماضي condition in the past. حد فيكم لاحظ السلم الجميل بتاع حالات اف؟ يعني العادات والحقائق في الحالة الصفرية، المستقبل في الحالة الأولى، المضارع في الحالة التانية، الشرط في الماضي بقى الحالة الكام؟ التالتة. يبقى لما أحب أشرط حاجة في المستقبل أستخدم الحالة الأولى، لما أحب أشرط حاجة مستحيلة في المضارع أستخدم الحالة التانية، لما أحب أشرط حاجة في الماضي أستخدم الحالة التالتة. هو ده السلم اللي أنا بتكلم عنه. طيب تعالوا نشوف الأمثلة عشان نفهم. بيقول if I had studied I would have passed، لو أنا كنت ذاكرت كنت نجحت. ده ندم، هو بيندم إن هو ما ذاكرش وما نجحش. ماشي؟ طيب المثال التاني بيقول if you had studied you would have passed، لو انت كنت ذاكرت كان زمانك نجحت دلوقتي. ده لوم وتوبيخ شخص، انا بلوم واحد وبوبخه ان هو ما ذاكرش، بقول له انت ما ذاكرتش ليه، ده انت لو كنت ذاكرت كنت نجحت، لوم وتوبيخ. ماشي. المثال التالت if he had studied he would have passed، لو هو كان ذاكر كان نجح، انا بشرط انه كان ينجح بانه كان يذاكر. يبقى الجملة الاولى ندم، والجملة التانية لوم وتوبيخ، والجملة التالتة شرط في الماضي. هي دي استخدامات حالة اف التالتة. تعالوا نشوف الملحوظات بتاعتها كده بكل بساطة. بيقول ايه ملحوظات على حالة اف التالتة؟ سميت بالحالة التالتة لوجود تصريفين تالت في الجملة. بصوا يا جماعة، انا عندي تصريف تالت اهو في فعل الشرط studied، وعندي تصريف تالت في جواب الشرط اللي هو past. studied فعل الشرط تصريف تالت، وعندي past في جواب الشرط تصريف تالت. يبقى هم سموها الحالة التالتة عشان في تصريفين تالت في الجملة، في تصريف تالت في فعل الشرط وتصريف تالت في جواب الشرط. يبقى حد لاحظ حاجة يا جماعة؟ حد لاحظ ان حالات اف متسمية حسب التصريف؟ لو كان في تصريف اول يبقى دي حالة اولى، لو كان في تصريف تاني يبقى حالة تانية، لو كان في تصريف تالت يبقى حالة تالتة. وكلنا كمان لاحظنا الملحوظة التانية اللي بيقول اذا تغير الضمير يتغير الاستخدام. يعني انا لو استخدمت في الحالة التالتة اي ووي تبقى ندم، ولو استخدمت يو تبقى لوم وتوبيخ، ولو استخدمت هي وشي وزي تبقى شرط في الماضي. يبقى بتغير الضمير يتغير الاستخدام. يا رب نكون خدنا بالنا من الملحوظتين دول. ماشي. طيب تعالوا نتأكد انها حالة تالتة بقى. انا عندي اف هيت في اول الجملة، وبعدين ماضي تام بيتكون من هادو التصريف التالت، وبعدين الناحية التانية فاعل اللي هو اي، وبعدين وود هاف والتصريف التالت. يبقى حالة اف التالتة بتتكون من اف ماضي تام فاعل would او could او might زائد have زائد التصريف التالت، وبتستخدم في الندم واللوم والتوبيخ وشرط في الماضي. اخوات اف يعني الكلمات اللي بتساوي اف،
كل الكلمات اللي باينه قدام حضراتكم على الشاشه هي كلمات ممكن نحذف اف ونحط مكانها اي كلمه من دول، لان كلهم بيساوي اف بالظبط. تعالوا نشوف كده مع بعض. اول مصطلح عندي اللي هو provided، يعني بشرط. ممكن اقول provided وممكن اقول provided that. الحاجه ما دام ما بين قوسين يبقى ممكن احطها او ممكن ما احطهاش، يعني ذات دي ممكن تتحذف. في عندي برضو providing that، يعني بشرط برضو. only if، فقط لو. as long as، يعني طالما. so long as، يعني طالما. in case، يعني في حالة. ممكن اقول برضو in case that. in the event that، في حالة حدوث كذا. او on condition that، بشرط ان. وفي عندي supposing، لو افترضنا. وفي عندي imagine او imagine that، يعني تخيل ان. نلاحظ يا جماعة ان supposing و imagine بيجوا في الجمل الاستفهامية اكتر، يعني لو شفت جملة بحالات if وجايب لي في اخر الجملة علامة استفهام يبقى احتمال كبير الاجابة هتكون supposing او imagine. طيب تعالوا نشوف الأمثلة عشان نفهم. أول مثال عندي بيقول if you are 18 you can vote in the elections، لو كان عندك 18 سنة تقدر تصوت في الانتخابات. كلمة vote يعني يعطي صوته أو يصوت، وكلمة elections يعني انتخابات. بيقول لو عندك 18 سنة تقدر تصوت في الانتخابات. احنا قلنا من شوية ان في كلمات كتير بتساوي if، طبعا ممكن اشيل اف بقى واحط اي واحده فيهم. ممكن مثلا اشيل اف واحط provided يعني بشرط. provided you are 18 you can vote in the elections، بشرط يكون عندك 18 سنه تقدر تصوت في الانتخابات. provided يعني بشرط. ممكن اقول as long as you are 18 you can vote in the elections، طالما عندك 18 سنه تقدر تصوت في الانتخابات. ممكن اقول in case you are 18 you can vote in the elections، في حالة لو عندك 18 سنة تقدر تصوت في الانتخابات. ممكن اقول on condition that you are 18 you can vote in the elections، بشرط يكون عندك 18 سنة تقدر تصوت في الانتخابات. يبقى معنى كده ان كلهم بيساووا بعض. حتى في العربي يا جماعة هما بيساووا بعض، يعني مثلا كلمة اذا او لو اللي هي if هي هي بشرط، هي هي فقط لو، هي هي طالما، هي هي في حالة، هي هي بشرط، كلهم بيساووا بعض سواء في العربي او في الانجليش. يبقى بكل بساطة الملحوظة دي هتفيدني ازاي في الامتحان، ان لو جالي جملة بحالات اف وما فيش اف في الاختيارات بدور على اي كلمة بديلة لاف، تمام؟ ولو جالي جملة في الامتحان اخرها علامة استفهام يبقى الاحتمال الاكبر ان الاجابة هتكون يا اما supposing او imagine that، عشان supposing و imagine that بيجوا اكتر في الجمل الاستفهامية. ننتقل بقى لشرح الكلمات اللي هي عكس if. الكلمات اللي عكس if عندي كلمتين، كلمة unless يعني اذا لم، وكلمة except if يعني اذا لم. تعالوا نشوف الأمثلة مع بعض. بيقول unless you study you will fail، يعني إذا لم تذاكر سوف تفشل. كلمة unless يعني إذا لم. طيب عكس if. طب نشوف المثال التاني. بيقول unless you are 18 إذا لم تكن عندك 18 سنة you can't vote in the elections، أنت لا تستطيع أن تصوت في الانتخابات. يبقى أنا عندي unless عكس if. طبعا انا ممكن اشيل unless في المثالين دول واحط مكانهم ايه؟ except if. يعني انا ممكن اشيل unless واحط except if، يبقى انا عندي unless و except if معناهم اذا لم، وعندي الكلمات اللي فاتت بتساوي if. نخش في الملحوظة اللي بعدها. الفرق بين in case و in case of، ساعات بيخيرني في الاسئلة ما بين in case و in case of، هما الاتنين معناهم في حالة، بس بكل بساطة in case بيجي وراها subject و verb جملة كاملة، اما in case of بيجي وراها noun اسم او verb زائد ing، يا اما اسم يا اما verb زائد ing. يبقى اختار in case لو كان جايب لي بعدها subject و verb، واختار in case of لو كان جايب لي بعدها noun او verb زائد ing. تعالوا نشوف الامثلة مع بعض. المثال بيقول in case you face emergency،
في حالة لو واجهت حالة الطوارئ call me at once، اتصل بي في الحال. طبعا هنا in case جاي وراء subject و verb، subject اللي هو you والverb اللي هو face يعني يواجه، مش كده؟ يبقى in case بيجي وراء جملة كاملة. طب لو حبيت اشيل in case وحط مكانها in case of، هتبقى ايه بقى؟ in case of emergency call me at once، او in case of facing emergency call me at once. يبقى لو عايز اشيل in case وحط in case of، لازم اجيب noun على طول زي emergency ومعناها حالة الطوارئ. وممكن اشيل in case وحط in case of واجيب وراها verb زد ing facing emergency، انا عندي الفعل اللي هو face يواجه، حط له ايه؟ ing، وتبقى facing emergency. بكل بساطة الفرق كمان مرة ما بين in case و in case of، in case بيجي وراها subject و verb، in case of بيجي وراها noun او verb زائد ing. من ضمن الملحوظات المهمة برضو ان كلمة in case بتمتاز عن كل اخوات اف بانها ممكن تيجي بمعنى خشية ان، تمام؟ تعالوا نشوف المثال بيقول ايه. chain your bicycle يعني اربط العجلة بتاعتك بالسلسلة، كلمة chain يعني يربط بالسلاسل، chain your bicycle اربط العجلة بتاعتك بالسلسلة in case someone steals it، خشية ان يسرقها احد، تمام؟ يبقى هنا in case مش جاية بمعنى اف، جاية بمعنى خشية ان، وتستخدم في حالات التحذير. انا بحذر اللي قدامي دلوقتي، بقول له ايه؟ اربط العجلة خشية ان يسرقها احد. خش على الملحوظة اللي بعدها. الفرق بين unless، without، but for، if it weren't for، if it hadn't been for. ساعات بيجيب لي الاختيارات يقول لي اختار ما بين الخمسة دول. طيب ناخد الاول الفرق من حيث المعنى. unless قلنا يعني اذا لم، without يعني بدون، but for يعني لولا، if it weren't for يعني لولا، if it hadn't been for يعني لولا. ده الفرق من حيث المعنى. طيب يا ترى بيجي وراهم ايه؟ unless بيجي وراها subject to verb، فاعل ثم فعل، without بيجي وراها noun او verb زاد ing، but for بيجي وراها noun بس ما ينفعش يجي ing، if it weren't for بيجي وراها noun وما ينفعش يجي وراها ing، if it hadn't been for بيجي وراها noun وما ينفعش يجي ing. ده الفرق بينهم من حيث المعنى، والفرق بينهم من حيث اللي بيجي وراهم. طيب نركز في حاجه كمان يا جماعه، ان if it weren't for ما بتجيش غير في الحاله الثانيه بس، وده بكل بساطه لان where ماضي بسيط، والماضي البسيط بيجي في الحاله الثانيه بس. if it hadn't been for فيها عندي ماضي تام اللي هو had been ماضي تام، يبقى معنى كده ان if it hadn't been for ما بتجيش غير مع الحالة التالتة بس. يبقى if it weren't for بتيجي مع الحالة التانية بس، و if it hadn't been for بتيجي مع الحالة التالتة بس، وهما الاتنين معناهم لولا، ماشي كده؟ يا ريت يا جماعة نجيب ورقة وقلم ونسجل الفرق بين الخمس كلمات دول من حيث الحالة ومن حيث ترجمتهم ومن حيث اللي بيجي وراهم. تعالوا مع بعض نشوف جملة ترجمة للتطبيق على الفرق بين الخمس مصطلحات دول. بيقول لي translate into English، ترجم إلى اللغة الإنجليزية. بيقول لي لولا المياه لهلكت جميع الكائنات الحية، لولا المياه لهلكت جميع الكائنات الحية. طبعا قبل ما ترجم الجملة، قبل ما ترجم الجملة لازم أحدد الأول هستخدم أني حالة بالظبط، الحالة الصفرية ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. طبعا هو هنا بيفترض حاجة مستحيلة، وبالتالي الحالة المناسبة هنا هي حالة اف التانية. احنا قلنا في الشرح من شوية ان حالة اف التانية بتعبر عن المستحيلات، وطبعا انا هنا بفترض حاجة مستحيلة، مفيش حاجة اسمها لولا المياه. ربنا قال في القرآن، قال ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني انك تفترض ان مفيش مية دي حاجة مستحيلة، تمام؟ حتى لما بيجوا يسافروا بره كوكب الارض اول حاجه بيدوروا عليها هي الايه؟ الميه. من غير وجود ميه يعني مفيش حياه. ما ينفعش انا بقى افترض واقول لو مفيش ميه، يبقى ده اسمه حاجه مستحيله، هستخدم الحاله الثانيه. طيب نبدا بقى في ترجمه الجمله. بيقول لولا عندي ثلاث مصطلحات،
في عندي but for وعندي if it weren't for وعندي if it hadn't been for. طيب هنا عندي دي حالة تانية، يعني ينفع استخدم but for لانها مش مقيدة بزمن معين، وينفع استخدم if it weren't for عشان بتيجي في الحالة التانية، بس ما ينفعش استخدم if it hadn't been for لان if it hadn't been for بتيجي مع الحالة التالتة بس. ماشي؟ يبقى انا عندي يا اما اقول but for يا اما اقول if it weren't for. ماشي؟ ممكن حد يقول يا مستر طب ما احنا ممكن نستخدم برضو without، بس هتبقى معناها بدون المياه، هتبقى نفس المعنى تقريبا، بدون المياه ستهلك كل الكائنات الحية، وبالتالي ينفع كمان استخدم without، ولكن الترجمة مش هتبقى حرفية، فعشان كده الافضل استخدم but for او if it weren't for. خلينا في but for علشان بتنفع مع كل الحالات. هقول ايه but for، هبدأ الترجمة واقول but for. تمام، حطينا but for في اول الجملة، يعني لولا. طبعا المياه تبقى water اهيت but for water. طيب لهلكت جميع الكائنات الحية. طبعا مش هينفع ابدأ بالفعل في الانجليزي، احنا دايما بنبدأ بالفاعل، الفاعل اللي هو جميع الكائنات الحية، جميع يعني all، والكائنات الحية يعني living things. في كلمة كمان معناها كائنات حية اللي هي كلمة organisms، يعني يا اما اقول living things كائنات حية او organisms كائنات حية. طيب لولا المياه كل الكائنات الحية هتهلك. طيب اقول ويل ولا وود بقى؟ طبعا احنا اتفقنا ان احنا نستخدم الحالة التانية لان دي حاجة مستحيلة او فرضية مستحيلة، يبقى هقول وود مش ويل. كلمة يهلك يعني perish، يبقى but for water لولا المياه all living things كل الكائنات الحية او all organisms كل الكائنات الحية would perish سوف تهلك. كلمة perish يعني تهلك. طبعا ممكن حد يقول يا مستر طب ما انا ممكن استخدم die يعني يموت، وهنا يقصد انها تموت. صح برضو كلمة die تنفع، بس انا عايز احفظكم كلمة perish. نخش بقى على ملحوظة مهمة جدا، وهي كيفية حذف if دون تغيير المعنى. يعني ازاي نشيل if من الجملة والمعنى ما يتأثرش. احنا خدنا ازاي نحذف اف الصفرية، قلنا في الحالة الصفرية بنحذف اف ونحط مكانها when، وكمان شرحنا في اول الحلقة حالة اف الصفرية المبنية للمجهول. عشان كده مش هضيع وقت حضراتكم، خش على الحلقة الاولى على طول، اللي عايز يراجع حذف اف الصفرية يرجع لشرح الحالة الصفرية في اول الفيديو. ازاي نحذف اف الاولى من غير ما نغير المعنى؟ بكل بساطة هنحذف if ونحط مكانها should ثم الفاعل ثم المصدر. كمان مرة هوت، لو عايز احذف if الاولى احط مكانها على طول should فاعل مصدر، عشان احذف if الاولى احط مكانها should فاعل مصدر. تعالوا نشوف المثال، بيقول if he works hard اذا هو عمل بجد he will get a promotion سيحصل على ترقية. دي حالة اف الاولى، والدليل وجود مضارع بسيط اللي هو works، وعندي will والمصدر، يبقى دي حالة ايه؟ اولى. لو انا عايز احذف اف الاولى حط مكانها should والفاعل والمصدر، هقول ايه بقى؟ should he work hard he will get a promotion، يعني اذا هو عمل بجد سيحصل على ترقية. زي ما حضراتكم شفتوا حذفت اف اهو، وحطيت مكانها should، الفاعل اللي هو هي، والمصدر من works تبقى work، يبقى should he work hard he will get a promotion. طبعا كلمة should هنا مش هتبقى ترجمتها يجب، هتبقى ترجمتها اذا، مش كده؟ يبقى في الحالة الصفرية بحذف if وحط when، وفي الحالة الاولى بحذف if وحط مكانها should فاعل مصدر. طيب في الحالة التانية، الحالة التانية ممكن نحذف اف بثلاث طرق مش بطريقة واحدة. ممكن نعمل زي الحالة الاولى كده ونحط مكانها should فاعل مصدر، وممكن بدل should احط where والفاعل ثم to المصدر. يبقى ايه الفرق بين should where؟ ان should فاعل مصدر، اما where فاعل to المصدر،
شيء. الطريقة الثالثة والأخيرة إن إحنا ممكن نحذف إف ونعمل مقص، يعني تقديم الفعل على الفاعل. تعالوا نشوف المثال عشان نفهم. بيقول If I were you، لو أنا مكانك I would obey my parents، سأطيع والدي. طبعا دي حالة إف التانية لأنها نصيحة، وعندي ماضي بسيط اللي هو where would والمصدر، يبقى دي حالة تانية. ممكن احذف اف بثلاث طرق. الطريقه الاولى ان انا اعمل زي الحاله الاولى بالظبط، should فاعل مصدر، هقول should I be you I would obey my parents، should ثم الفاعل اللي هو I ثم المصدر be، المصدر من where be، مش كده؟ هو تبع verb to be، يبقى المصدر be، should I be you I would obey my parents. عملت زي الحاله الاولى بالظبط، حذفت اف حطيت شود والفاعل والمصدر. الطريقة التانية ان انا احط وير والفاعل تو المصدر، هقول ايه where I to be you I would obey my parents. الطريقة التالتة ان انا احذف if واعمل مقص في الجملة، بدل ما كانت I where you هتبقى where are you، يعني اغير مكان I where خليها where I، ماشي؟ يبقى حالة if التانية لو عايز احذف اف ممكن احط شود فاعل مصدر، او احط وير والفاعل تو المصدر، او اعمل مقص واقدم الفعل على الفاعل. اما الحالة التالتة ملهاش غير طريقة واحدة بس، اللي هي طريقة المقص، تقديم الفعل على الفاعل. تعالوا نشوف مثال بيقول if he had studied، لو هو كان ذاكر he would have passed، كان نجح. طيب دي حالة اف التالتة، عندي ماضي تام اللي هو had studied، الناحية التانية would have والتصريف التالت، دي حالة تالتة. عشان احذف if بعمل مقص، بقدم الفعل على الفاعل، بدل ما اقول he had خليها ايه had he، تبقى had he studied he would have passed. كده يا جماعة يبقى خلصنا شرح الوحدة 16 و 18. الوحدة 16 و 18 بيتكلموا على حالات if واخوات if وكلمات العكس اف والملحوظات وحذف اف. اما الوحدة السبعتاشر اللي هي الوحدة اللي في النص، تتكلم عن التعبير عن امنية expressing wish. طبعا التعبير عن امنية باستخدام I wish و if only، يبقى هنا برضو الموضوعين مرتبطين ببعض، لان حالات اف بتستخدم في التمني. يبقى انا عشان اعبر عن امنية ممكن استخدم I wish يعني انا اتمنى، او if only اللي بتترجم ليتني. يا ريت يا جماعه ما حدش يخلط ما بين only if و if only. only if من اخوات if، من الكلمات اللي بتساوي if، اما if only معناها ليتني او اتمنى. يبقى انا عشان اعبر عن امنيه بالانجليزي استخدم I wish او if only. بكل بساطه يا جماعه القاعده بتاعت الكلمتين دول هو اني برجع بالزمن خطوه لورا، بعمل تنس باك. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا لما اجي اتمنى شيء في المستقبل اللي هو الطموحات، لما اجي اطمح الى شيء في المستقبل، المفروض ان المستقبل بياخد ويل، لا مش هينفع، هرجع ويل خطوه لورا واحط مكانها يا وود يا كود. يبقى انا لو عايز اعبر عن امنيه في المستقبل ما استخدمش ويل واستخدم يا وود يا ايه يا كود. تعالوا نشوف مثال كده مع بعض. بيقول I wish انا بتمنى he would be a doctor، اتمنى ان هو يبقى دكتور. طبعا انا بتمنى له طموح في المستقبل، بس لو لاحظتم حضراتكم انا ما استخدمتش ويل، انا رجعت بالزمن خطوة خليتها would بدل ويل. يبقى انت لو عايز تتمنى حاجة لازم ترجع بالزمن خطوة. والكلمتين اللي بنعمل بيهم تمني هو كلمة I wish يعني اتمنى، او if only يعني ليتني. طيب لو حبيت تتمنى شيء في المضارع، ودي بيقولوا عليها التمنيات المستحيلة، اي حد بيتمنى حاجة في المضارع يبقى دي حاجة ايه؟ مستحيلة، مستحيل تتحقق. لما تيجي تتمنى شيء في المضارع او تتمنى شيء مستحيل ما تستخدمش زمن المضارع البسيط، لا هترجع خطوة لورا وتستخدم الماضي البسيط. مثال بيقول I wish I were tall، يعني يا ريتني طويل. واحد قصير وبيقول يا ريتني طويل،
طبعا هنا بيتمنى حاجة مستحيلة في المضارع، عشان كده استخدمت ماضي بسيط اللي هو وير، ماشي كده؟ يبقى لما تتمنى شيء في المستقبل ترجع خطوة تخليها يا وود يا كود. هتتمنى شيء في المضارع ترجع خطوة لورا وتخليها ماضي بسيط. طبعا وير الماضي من ام ويز وار. واحد يقول لي يا مستر طب ممكن استخدم ووز؟ اه تنفع، مش غلط، ووز مش غلط، ولكن في حالات التمني يستحسن يعني تستخدم وير بدلا من ووز، ماشي؟ يعني لما اقول اي ويش اي ووز تول مش غلط، ولكن الاحسن منها اي ويش اي وير تول، مش كده؟ المضارع بيرجع خطوه لورا يبقى ماضي. مثال تاني عندي بيقول اي ويش فيزيكس وير ايزي، ليت الفيزياء سهله. طبعا هو بيتمنى حاجة مستحيلة، هو عارف ان الفيزياء دي مادة صعبة وهو بيتمنى انها تكون سهلة، عاوز يتمنى حاجة في المضارع حاجة مستحيلة بالنسبة له، تمام؟ هيرجع خطوة لورا ويستخدم الماضي بدلا من المضارع. طبعا الفيزياء بالرغم ان اخرها اس المفروض انها تعامل معاملة المفرد لانها اسم مادة، بس احنا قلنا في التمني يستحسن استخدام وير بدلا من ووز، يعني الطبيعي ان كلمة فيزيكس تاخد ووز، ولكن في حالات التمني يفضل استخدام وير. I wish physics were easy دي طبعا صح جدا، ولما اقول I wish physics was easy برضو مش غلط، ولكن وير احسن من ووز، ماشي؟ طيب نشوف مثال كمان بيقول I wish the weather weren't hot now، يعني اتمنى ما يكونش الجو حر دلوقتي، بيتمنى حاجة مستحيلة في المضارع، ماشي؟ طيب هنرجع خطوة بالزمن نخليها ماضي، برضو استخدمت weren't بدل wasn't، برغم ان الجو اصله it والمفروض بياخد was، بس احنا قلنا في التمني يفضل استخدام were بدلا من was. يبقى بكل بساطة يا جماعة لما اتمنى حاجة في المستقبل ارجع خطوة لورا واستخدم would او could، ولو عايز اتمنى حاجة في المضارع ارجع خطوة لورا واستخدم ماضي بسيط ويستحسن وير بدلا من ووز، ماشي كده؟ ولما احب اتمنى حاجة في الماضي بقى اللي هو بيقولوا عليه الندم، هنرجع خطوة لورا ومش هنستخدم الماضي البسيط، هنرجع خطوة ونخليه ماضي تام. تعالوا نشوف مثال بيقول I wish I had studied hard، يعني يا ريتني ذاكرت كويس. طبعا هو بيندم على حاجة في الماضي، بس مش هينفع يستخدم ماضي، هيرجع خطوة لورا ويخليها ماضي تام، عشان كده استخدمنا ايه؟ had studied، had والتصريف التالت ماضي تام. يبقى يا جماعة بكل بساطة مع I wish و if only بنرجع بالزمن خطوة لورا، المستقبل بيتحول لود او كود، المضارع بيتحول لماضي، والماضي بيتحول لايه؟ لماضي تام. يبقى كل اللي انا اعمله في الامتحان اشوف زمن الجملة ايه وارجع خطوة لورا واختار الزمن الاقدم، مش كده؟ تعالوا بقى نشوف الملحوظات بتاعت الدرس. اول ملحوظة عندي امتى استخدم وود وامتى استخدم كود. احنا قلنا في المستقبل بنرجع لود او كود، هنا بقى الطالب بينزعج ويقول طب انا امتى اختار وود وامتى اختار كود مع المستقبل. طيب انا لخصت لكم الموضوع في ثلاث شروط، عشان تستخدم وود لازم ثلاث شروط. اولا ما يكونش الموضوع فيه قدرة، يعني ما يكونش الموضوع فيه عزف على الالات الموسيقية، وما يكونش الموضوع فيه تحدث باللغات، لان المواضيع اللي زي دي بتبقى قدرة، اي حاجة فيها قدرة بتاخد كود ما تاخدش وود، ماشي؟ يبقى عشان تستخدم وود لازم الموضوع ما يكونش فيه قدرة. رقم اتنين ما يكونش الفاعلين شبه بعض. رقم تلاتة ما يكونش الضمير الاصلي اي ووي. اما بقى لو التلات شروط دول اتحققوا استخدم كود. تعالوا نشوف الاختيارات عشان نفهم. اول جملة عندي بتقول I wish I would ولا could travel abroad، اتمنى اني اسافر للخارج. طيب انا عندي هنا سببين هيخلوني اختار كود مش وود، الاجابة هتبقى كود مش وود لسببين. السبب الاول ان الفاعلين شبه بعض اي، انا قلت عشان اختار وود لازم ما يبقاش الفاعلين شبه بعض، وهم هنا جايين شبه بعض يبقى مش هينفع استخدم وود، هختار كود.
في سبب كمان ان الفاعل الاساسي اي، الفاعل الاساسي اي. انا قلت لو الفاعل الاساسي او الضمير الاصلي اي او وي نستخدم كود على طول. خلاص يا جماعة؟ طيب نشوف الجملة التانية بتقول I wish he would ولا could play the guitar. انا اتمنى ان هو يكون بيعرف يعزف على الجيتار. طبعا احنا قلنا اللغات والعزف على الالات الموسيقية دي تبع القدرات، والقدرات تأخذ could، يبقى الاجابة could. اي حاجة فيها عزف على الالات الموسيقية واي حاجة فيها كلام عن اللغات يبقى could. طيب المثال الثالث بيقول I wish she، انا بتمنى هي would ولا could travel abroad. هنا بقى الاجابة هتبقى would، لان التلات شروط ما تحققوش. اولا الفاعلين مش شبه بعض، عندي I و she الفاعلين مش شبه بعض، ده رقم واحد. رقم اتنين الفاعل الاساسي ولا I ولا we، ماشي. طيب رقم تلاتة الموضوع ما فيهوش قدرة ولا عزف على الالات الموسيقية ولا لغات. في الحالة دي بقى اقدر استخدم كلمة would براحتي، ماشي. ده الفرق بكل بساطة ما بين would و could. خش على الملحوظة رقم اتنين، بقولك خلي بالك لو جالك جملة في الماضي، لو جالي جملة في الماضي المفروض برجع بالزمن خطوة لورا واختار ماضي تام، مش كده؟ طيب نفترض بقى ان انا جالي جملة في الماضي في الامتحان ومفيش في الاختيارات ماضي تام، قالك بدل الماضي التام استخدم could have تصريف تالت، ادور على could have تصريف تالت. مثال بسيط بيقول I wish، انا بتمنى I not the party last week، اتمنى اكون حضرت الحفلة الاسبوع اللي فات. طبعا last week من علامات الماضي البسيط. طبعا زمن الجملة ماضي، يبقى المفروض ان انا ارجع خطوة لورا واختار ماضي تام. نبص بقى في الاختيارات، could attend دي مش ماضي تام، would attend مش ماضي تام، attended ماضي بسيط المفروض ان انا ارجع خطوة لورا تبقى ماضي تام، could have attended هي دي الاجابة الصح. لما يكون مفيش في الاختيارات ماضي تام نختار could have تصريف تالت، مش كده يا جماعة؟ طيب نخش على الملحوظة رقم تلاتة، بيقول لك خلي بالك الفعل نو عادة بيجي في المضارع، يبقى المضارع لما بيرجع خطوة لورا بيبقى ماضي، يبقى لو فعل نو جالي في الاختيارات هرجع خطوة على طول واختار نيو، على طول فعل نو بيتحول لنيو عشان فعل نو عادة بيجي في المضارع، وبالتالي المضارع لما بيرجع خطوة لورا بيبقى ماضي بسيط على طول، يبقى نو تبقى نيو. يبقى عودوا نفسكم كده فعل نو لو جه في الامتحان الإجابة على طول نيو. طيب تعالوا نشوف مثال فيه خدعة، بيقول I wish I would know ولا had known ولا knew where I left my jacket. طبعا الناس اللي مذاكرة فعل نو بيتحول لنيو على طول، الإجابة نيو. بس طبعا الناس اللي مش مذاكرة هيقولك ايه، هو بيقول يا ريتني عارف انا سبت الجاكيت بتاعي فين. طيب في ناس تقولك ايه، اصل left ده ماضي، الماضي من ليف، فالمفروض بقى ان انا ارجع خطوة لورا واخليها ايه، ماضي تام. وطبعا الناس اللي من النوع ده هتنخدع وتختار هاد نون. طبعا يا جماعة انا بحب احذركم، هو نسي الجاكيت بتاعه فين في الماضي، لكن هو بيتمنى في المضارع دلوقتي انه يكون عارف مكان الجاكيت. التمني في المضارع وليس في الماضي، هو ضيع الجاكيت في الماضي ولكن هو بيتمنى يعرف مكانه في المضارع، وبالتالي فعل نو بيكون دايما مضارع، يبقى اختار ايه، نيو. طيب الملحوظة اللي بعدها بتقول خلي بالك ان I wish و if only ممكن يجي بعدهم فعل شرط وجواب شرط زي حالات اف بالظبط، بس بيجوا في الحالة التانية والتالتة بس. تعالوا نشوف الامثلة عشان نفهم. بيقول if only I were rich، بيقول ليتني كنت غنيا I would buy a villa، كنت هشتري فيلا. المثال التاني بيقول I wish I had studied، ليتني ذاكرت I would have passed، كنت نجحت. لاحظنا هنا ان if only و I wish ممكن يحلوا محل if التانية والتالتة. عندي في المثال دوت ماضي بسيط would والمصدر حالة تانية،
وعندي في المثال الثاني had studied ماضي تام would have والتصريف الثالث حالة ثالثة يبقى I wish if only ممكن يجوا محل if الثانية والثالثة. طبعا I wish if only ما ينفعش يجوا مكان if الصفرية وما ينفعش يجوا مكان if الأولى, هما بيجوا في الثانية والثالثة بس. ملحوظة أخيرة بقولك خلي بالك لو تم حذف الفاعل بعد wish بنختار to المصدر, يعني لو ما جاش بعد wish فاعل اختار to المصدر على طول. مثال I wish not abroad next year, اتمنى اسافر للخارج السنة الجاية. طبعا السنة الجاية دي مستقبل, ممكن ناس تقول لك بقى ايه هرجع بالزمن خطوة وخليها يهود يا كد. طبعا دول ناس مش مذاكرين كويس لان هنا مفيش فاعل, يعني I wish ما جاش بعدها فاعل, الفاعل اتحذف, يبقى الاجابة مش هتكون ولا would ولا could, الاجابة هتبقى to travel to المصدر. يبقى لو الفاعل اتحذف بعد wish نختار على طول to والمصدر. يا رب يكون الشرح واضح, وكمان مرة بعتذر لحضراتكم ان زوري بيوجعني شوية ومش عارف الصوت واضح مع حضراتكم ولا لأ, بس اتمنى تكونوا فهمتم الملحوظات دي كويس. وبكده بفضل الله نكون خلصنا شرح بالتفصيل للوحدات 16 و17 و18. كده يا جماعة الحمد لله بفضل الله خلصنا المنهج. طبعا انا كنت مضطر انزل الفيديو الاسبوع دوت عشان خاطر حبايبنا اللي في الازهر, ربنا يوفقكم ان شاء الله في امتحان يوم الاربع, وبنتمنى كل التوفيق لطلبة وطالبات الثانوية العامة اللي هيكون امتحانهم في شهر يونيو شهر 6. فاتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله, وارجو لو كان عجبكم الفيديو تضغطوا لايك, وارجو تشتركوا في القناة بتاعتنا على اليوتيوب, ارجو تعملوا سبسكرايب عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة, وارجو من حضراتكم زيارة موقع الرسمي english2fun.com. كان معاكم مستر احمد سامي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.